أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم صحتكم أمانة. العودة التدريجية للحياة ولطبيعتها كانت مشروطة بمنع الأطفال بين 3 سنوات و 12 سنة من دخول المراكز التجارية ومراكز بيع المواد الغذائية وبقائهم في البيوت، لكن هذه الفئة العمرية هي الأكثر طلب للخروج والذهاب لمراكز الترفيه واللعب خارج المنزل. ليش تم استثناء هذه الفئة العمرية بالتحديد؟ وكيف أثرت جائحة كورونا عليهم سواء بجلوسهم في البيت أو بتأثير التعقيم عليهم؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامجكم صحتكم أمانة، وبرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة لدن بابكر صالح أخصائية الأطفال. راح فيك دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة علي، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا من المشاهدين الكرام. الله يحفظك دكتورة. اليوم نحن قلنا نتكلم عن الأطفال لأن بالفعل شوي أذونا، قالوا لنا أنتم مانعينا وما تخلونا ندخل المراكز وما تخلونا نسير ونسير ونعمل ونلعب. طبعا بقائهم وجلوسهم في المنازل ممكن له تأثير، لكن لازم نحن ننتبه ونتعامل معاهم بحذر شوي وبتعقل. بس قبل ما ندخل نحن كيف نتعامل معهم، ليش الفئة العمرية هاي بالتحديد منعت من دخول المراكز أو مراكز التسوق ومراكز طبعا بيع السوبر ماركتات والأغذية والأمور هذه كلها؟ نحن عشان نصل للإجابة للموضوع ده لازم نبدأ من الموضوع من الأول، كيف أثرت جائحة الكورونا على الأطفال حتى نقدر نصل لماذا منعت هذه الفئة. تأثير جائحة الكورونا على الأطفال طبعا نحن ما بناخده كتأثير كامل، بناخده كمراحل. يعني بالنسبة لنا كانت فيها أشياء سلبية وأشياء إيجابية. المرحلة الأولى اللي هي كانت مرحلة الصدمة، سبحان الله نحن نمنا وصبحنا لقينا نفسنا فجأة كلنا محبوسين في المنزل. أكثر فئة تأثرت بهذا هي الأطفال، لأنه كان الأطفال بالنسبة لهم الترفيه عامل أساسي في حياتهم. لازم يروحوا المدارس، يشوفوا الشارع، يستانسوا، يرجعوا الويك إند، لازم يروحوا الحدائق، يمشوا المولز، يمشوا يعني لا يستمتعوا ويأكلوا من الخارج. فجات فجأة الجانحة منعتهم من الخروج، منعتهم من الأكل الخارج، فكان التأثير جدا سلبي صادم، خاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت من الوباء إلى الجائحة، وانتشرت الجائحة هذه كانت، وقالوا الكل لازم يلتزم، أو ما كانت تدريجية، كانت مباشرة فجائية. فكان نفس الصدمة اللي حصلت للكبار وما قدروا يستوعبوا، الصغار كانت الصدمة بالنسبة لهم أكبر علشان يستوعبوا فهمهم وليه هم منعوا يطلعوا الخارج. فالفترة الأولى اللي هم كانوا الأهل مفروض يعملوا يعني يقوموا بالتوعية، هم نفسهم كانوا في حالة صدمة. بعدك شاركة الأجهزة الإعلامية والأشياء خلت الأهل يقدروا يشرحوا للأطفال لماذا وجودهم. أنا تكلمت عن الناحية قلتك فيها سلبية وفيها إيجابية. السلبية كانت وجودهم في المنزل، إنه ما بيطلعوا، ما برفهوا، ما بروحوا للمدارس، أثرت نفسيا أكثر من إنها جسمانيا. حتى التأثير الجسماني كان نتيجة التأثير النفسي اللي حصل. نعم. التأثير النفسي اللي حصل في المرحلة الأولى إنه الأطفال أصيبوا بذعر، إنه فجأة إنه هذا المرض حينقلنا للموت، ما بيعرفوا في كلمات دخلت على المعجم بتاع الأطفال. نعم. ما بيعرفوا زي الموت المرض، دي كانت أشياء يعني كانت جدا صعبة على الأطفال. منعوا يطلعوا للترفيه اللي هم احتادوا عليه يعني 24 ساعة، حتى الأسر حتى الأباء والأمهات ما محتاجين إنه أطفال يكونوا موجودين في البيت. ما يعني التعامل، بيروحوا المدرسة بيجوا راجعين بياكلوا بنوموا، فالتعامل كان فيه مشكلة أساسية. نعم. ما بيعرفوا حتى أطفالهم، ما بيعرفوا يعني أشياء بسيطة نحن كلنا بنعرف عن الأطفال، كنا غايبين عن كتير جدا. الأطفال هم مشغولين بالتقنيات ونحن مشغولين بالدراسة. نعم. فمنع، فكانت صدمة للمجموعتين، لكن الصدمة كانت أكثر على الأطفال. فأثرت كيف؟ حصل عليهم فقدان الشهية. يعني بعض الأطفال اللي احنا بنسميها الأنوركسيا اللي هي فقدان الشهية، ما بياكلوا. الشيء الثاني العكس، أطفال بيجوا ياكلوا أكثر. يعني أدت إلى السمنة. نعم. قلة الإكسرسايز اللي هو الرياضة والحركة، والحركة بيجوا محسورين. دي المرحلة الأولى، فكانت كمية من المشاكل أثرت عليهم جسمانيا، فقدوا الوزن، زادوا وزنهم، يعني جاتهم بقت تجيهم أعراض. اللي هي الأعراض شنو؟ يعني أطفال يشكوا من الصداع، يشكوا من آلام البطن، وهي ما في أعراض جسمانية، هي كلها كانت أعراض نفسية. نعم. نتيجة وجودهم في المنزل باستمرار. انتقلنا للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية اللي هو الناس يدوب استوعبت الحاصل، بدوا الأهل بالإعلام بالأشياء يستوعبوا، يحاولوا يستوعبوا أطفاله. نعم. فكيف حصل الاستيعاب؟ بدت اللي هي أهم حاجة كان اللي هي الدراسة عن بعد، دي من أحسن أشياء حصلت للأطفال، لأنه استوعبت الفترة الأولى الصباحية، وكان جدا الأطفال جدا سعيدين، الواحد يتكلم يشوف أصحابه،
فأدتهم شعور بالمشاركة في المجتمع وما في تقيد، يعني ممكن يشوف أصحابه بملابسه وقاعد ملابس في البيت بالضبط ومرتاح بالضبط وحياته مختلفة شوي. ودي طبعا كانت عندها نتيجة إيجابية للأهل، لأن الأمهات بيقوا يعرفوا شنو الأطفال بيدرسوا، مين الطفل ضعيف فياته مادة جيد، عرفوا حتى المواهب بتاعت الأطفال. فدي كانت استوعبت كثير من الأشخاص. هل إيجابية الجائحة؟ لا، في إيجابية أهم اللي هو وجود الأسري، يعني الأسر ما كان حتى بيأكلوا مع بعض، بيقوا يأكلوا وجبة الغداء. نحن تذكر دكتور علي كانت مهمة في طفولتنا. نعم. اختفت في الوقت ده، فرجعت في زمن الجائحة إنه الناس بيقوا يأكلوا مع بعض، يعرفوا مشاكل بعض، يعرفوا أطفالهم، بيعرفوا حتى المواهب بتاع الطفل ده بيرسم ده بيعزف، فدي من الأشياء ساعدت. حتى بيقوا يعملوا رياضات داخل البيت، بدوا الأطفال حتى يشاركوا في المطبخ، فدي عملت نوع من الجو الأسري الحميم. والحياة الأسرية الحميم اللي هم كانوا نحن بنفتقده كلنا في الأطفال. وكان غير صحي. أبداً. لما كنا نعيش بطريقة فردية طبعاً طريقة مش أسرية عائلية، فالمبدأ هذا كان غير صحي للمستقبل. فاليوم نحن أنشأنا الأسر. أي فدي يعني الناس ما تنظر للجائحة صحية مرض وجاء وابتلاء وأي شيء، لكن كانت نتائج إيجابية أكبر من نتائج السلبية. يعني الناس اللي التزمت وقعدت في البيوت وفعلاً طلعوا بنتائج جيدة، اتعرفوا على أطفال، أطفال بقوا صحيين. يعني أنا أقول لك مثل، بعض الأطفال كانوا بيعانوا من مشكلة في الكلام، يعني بنعرفوا الأطفال النطق، فمع وجودهم مع وجود الأم في مرحلة الدراسة نزعت عنهم الخوف، بقيت في مراقبة يعني. أيوة يعني اتواصل بين مع المدرسة بين المعلم وبين ولي الأمر بالضبط. نعم. يعني زمان بتجي المدرسة بيقول الطفل عنده مشكلة، الأم بتكون مستعجلة وتأخذ الطفل، لكن لما تحضر معه الكلاس والحصة بقيت تعرف شنو المشكلة. نعم. فحلت كثير من مشاكل الأطفال. صحيح كان اللود زاد على الأمهات حتى على المعلمات كثير. نعم. لكن كان في تواصل جميل جدا بيناتهم، وبالعكس أنا بشعر إنه حتى الأطفال اتثقفوا، انتقلوا من مرحلة الألعاب الإلكترونية وإنه بس الأجهزة الإلكترونية للألعاب. نعم. انتقلوا لإنه لا، للتعليم، لشيء مفيد. فبعتبر دي إحنا ما كان ممكن نعملها لو ما هذا الظرف. في عندك انتقلتي، أنت قلتي المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة. المرحلة الثالثة اللي هي إحنا الموجودين فيها، اللي هي مرحلة الانتقال من المنزل تدريجيا لدخول المجتمع. الحصل إنه الأطفال تموا هذه الفترة مع الخوف ومع إنهم ممكن يصابوا، بيقوا حابين يتموا في البيت. فبقت عندنا مرحلة شنو اللي هي المرحلة اللي احنا حاسة فيها الحمد لله، مرحلة التعافي، اللي هو فعلا المجتمع تعافى. ولكن قبل التعافي، لكن لو دخلنا، أنا مثلا بديت الحلقة أن في فئة عمرية ما بين 3 إلى 12 منعوا أو أساس أن صحتهم والحفاظ عليهم من الدخول إلى المولات، مع حين يقولون يسألون ليش نحن، فكيف ممكن نرد عليهم؟ أيوة. وكيف ممكن نحن ليش نحن منعنا؟ منعرف ليش نحن. الفئة العمرية دي خصوصا فئة متحركة، يعني أهم شيء كانت في الجائحة اللي هو الشروط الاحترازية. اللي هو عدم الحركة، إنك أنت مثلا ما تتحسس وجهك، ما تغسل يدينك باستمرار، تقعد في الأماكن النظيفة. هذه الفئة صعب جدا إنك تعمل لها كنترول، سيطرة، تسيطر عليها في المول، حيجروا حيلعبوا، فصعب جدا. الشيء الثاني اللي هو نحن برضو بخوفنا إنه الأطفال ما أثبتت الدراسات، لكن الأطفال أكثر ناس ناقلين للمرض من إنهم هم يصابوا به. أيوة. أساس هل نحن ممكن يعني نشرح المبدأ أن أثناء مثلا بداية موسم الدراسة نشوف بعض الأمراض أو الفيروسات تنتقل منهم إلى المنازل، ونبدأ نحن نعاني من بعض الأمراض الفيروسية؟ بالضبط، زي ما كان بيحصل في بداية العام الدراسي، بيحصل زكام وأشياء بنقلوها معظمها للمنزل. نعم. في كبار في السن بتتطور الجهاز المناعي بتاع الأطفال أكثر قوة من الجهاز المناعي بتاع الكبار. لكن في نفس الوقت الفيروس ده جديد علينا، ده اللي هو السبب الثالث. يعني في أشياء بدأت تظهر لسه تأثيره على الأطفال ما معروف، يعني تأثيره صح. ممكن في المدى البعيد يظهر إنه ممكن تعمل لهم مشاكل كبيرة. نعم. فده من أسبابنا خوفنا عليهم، إنهم هم مناعتهم صح جيدة ما أصيبوا، لكن بعد ممكن تحصل أشياء مفاجئة، ودي نحن الفئة المفروض نراعيها. نحن صعب السيطرة عليهم، صعب إنهم في الخارج في المولز إنهم يقوموا بالشروط الاحترازية. فالأفضل في الفترة الأولى إنه الأطفال دول يتموا في المنزل لغاية ما نتأكد من التعافي الكامل، نشرح لهم بطريقة مبسطة حرصا. نعم. عليهم وليس بالرعب والزعر. دائما نحن نقول ترى نحن الحذر مطلوب، لكن الهلع مش مطلوب. بالضبط، انه مش لكم حتموتوا، انه لا انه انتوا، لانه الناس الكبار طلعوا الاماكن بتهيئ، بنظفوا في الاماكن حتى تطلعوا انتوا تدريجيا لهذه الاماكن.
طبعا مثل ما تفضلت الدكتورة، نعرف ان الاطفال هم اكثر فئة عمرية تحتاج للعب والترفيه والخروج الى المولات والمراكز التجارية، لكن الاجراءات الاحترازية فرضت عليهم البقاء في المنزل بهدف حمايتهم من اي عدوى وحفاظا على صحتهم. ونحن في برنامج صحتكم امانة بنقدم للاسر عدة نصائح تفيدهم في الحفاظ على الصحة النفسية للاطفال. وظيفتنا الكريمة هي الدكتورة لدن بابكر صالح، طبيبة الأطفال. نرحب فيك دكتورة مرة ثانية ونقول لك المبدأ. الحين تكلمنا عن الفئة العمرية ما بين 3 و12، زين، اللي هم في فئات ثانية اللي هم تحت 3 وفوق 12، وفي الأطفال الرضع، وكذلك أنت ذكرتي ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف نتعامل معهم؟ طبعا الرضع أصلا عانوا في الفترة الفاتت لأنه في بعض الأمهات للأسف أصيبوا بالكورونا، فنحن في الفترة دي وقفناهم من حتى من الحليب الأم، لأنه ما في دراسة بتثبت هل هو حليب الأم ممكن يكون ناقل أو ما ناقل. فالأطفال الرضع دول خصوصا عايزين المرحلة اللي حسن احنا مقبلين على ترجع الأم تهتم زيادة، تحاول تغذيهم زيادة على سنه يعوضوا الفترة اللي هي كانت فيها. حتى الأطفال اللي ما أصيبت أمهاتهم برضو لأنه الأم تشتتت ما بين الأطفال وما بين الدراسة وكذا، فحصل لهم شوية إهمال، فبرضو وبعدين هم عرضة أيضا لأنهم يتعرضوا للفيروس بصورة أكبر. فدي الفئة دي نحن ما يعني مستشدين ما تطلع دي تتم في البيت، فئة الرضع وذوي الاحتياجات. ذوي الاحتياجات الخاصة دي الأهم ناس، ذوي الاحتياجات الخاصة فيهم مجموعة كبيرة عرضتهم للمرض أكبر من غيرهم، يعني ممكن يتعرضوا للأمراض جهازهم المناعي ما زي الجهاز المناعي بتاع الأطفال العاديين. المشكلة اللي حصلت لهم زي ما قلت نفس الرضع، كان اهتمام الأم كبير عليهم وفجأة الأم تشتتت ما بينهم وما بين، فالفترة دي برضو عايزينها ترجع تهتم بهم لأنهم زي ما قلنا احتياجاتهم خاصة، فدي مهمين جدا. دل برضو نحن حابين ما يطلعوا لغاية ما الدنيا تهدأ وترجع الظروف ويرجعوا بهدوء ليدخلوا المجتمع مرة أخرى. يعني هل الجهاد لأن ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى يعني مثلا خلينا نقول في أكثر عن إجراء يتم معاهم، يعني إجراء عملي، إجراء تخاطب ذهني، الأمور هذه كلها، حتى محتاجين في مسألة التدرج إن لما هم يرجعون ناخذها خطوة بخطوة وبطريقة مدروسة. أيوة، يعني حتى ممكن في الأماكن في يعني نحن عندنا مثلا في يعني الجو حص الصيف، يعني أكيد لو رجعوا الناس ما حيرجعوا الحدائق، لكن حتى المولز يمشوا في الأيام ما فيها ازدحام، مثلا ما في الويك إند لأنه الازدحام بيكون، يبعدوا عن الأماكن المزدحمة في يعني تدريجيا. أصحاب الاحتياجات الخاصة يحتاجوا يطلعوا لكن تدريجيا، نهيئ لهم الظروف الخارجية أنهم يكونوا في جو صحي ما يتعرضوا لكمية من الازدحام وكمية من أشياء، نمشي لأماكن معينة هم ممكن يستفيدوا منها، مش من أجل مثلا التسوق والأشياء دي، لا، يكون مراعاة إنه مكان هم يحصل لهم فيه ترفيه بأقل عددية من البشر حوله. حتى الفئة الثانية اللي هي ما بين 3 و12 اللي تكلمنا عنهم دكتورة، حتى لما يرجعون لازم بحذر وبحكمة، لأن أحيانا عند الأطفال ممكن بالأخبار هذه ممكن نحن نبني عندهم نوع من أو تصور معين أن المول ممكن خطر بالنسبة لهم، ف
فالفكرة هذه إذا بنت عندهم ممكن يصير نوع من الخوف إنه يقترب أو يدخل المول. فبالتالي هذا دورنا نحن كأولياء أمور وكجهات معينة إن نثقفهم إن لا اليوم روحتهم بس هي يعني فترة محدودة وبعدين نرجع للشيء الزين مو بشيء الشين. يعني المكان هذا مو بأنت منعت إنه هو بيضرك، لا نحن محتاجين في الوقت الحالي مسألة إن نبتعد نتم مرتاحين وبعدين نرجع للحياة الطبيعية. أعتقد الدور للأسرة ودور حتى للأجهزة. نعم. يعني الميديا. نعم. زي ما تكلمنا عن الكورونا ونصحنا الناس نرجع برضو المرحلة دي تحتاج إنه الأجهزة الإعلامية ترجع الأطفال وإنه الأشياء تهيئهم. أيوة والدنيا جميلة. نعم. زي الزعرة دخلهم في الأول برضو يرجع الأيام يعني بالدعايات بالأشياء. الأهل طبعا أعتقد إنهم عملوا صلات طيبة جدا مع الأطفال في الوقت ده. نعم. نتيجة وجودهم، فممكن بعد وصول المعلومة بتكون أسهل، عملوا أشياء جميلة اللي هي الشروط الاحترازية والقسيل بتاع الأيدي والأشياء دي، أعتقد دي حاجة جميلة جدا. يعني عد مثل ما نقول برمجنا الحياة مرة ثانية، إعادة برمجة الحياة تدريجيا. نعم. لكن البرمجة الأولى كانت فجائية. نعم. أنا أعتقد أنه مرة دي الناس أوعى الأهل والأطفال. ممكن إحنا نروح المولات مع بعض، أصبحنا بدال ما أسير أنا بروحي أسير كأسرة. بالضبط كده، لأنه بقت في علاقة أسرية حميمة. نعم. لكش يكون والكل يسأل عن الثاني، يتصل في الثاني وينك نلتقي، فأصبحت الحياة أسرية. بالضبط كده. طبعا بقاء الأطفال في المنازل ممكن يدفعهم للقيام بتصرفات أو سلوكيات غير مرغوب فيها، وفي طبعا هذه الحالة لازم الأب والأم يعرفون طريقة التعامل مع أطفالهم بهدف تعديل التصرفات الغير مقبولة عساس أن الطفل هذا ما ينضج. حالياً نبغي نحن نصيحة للأسر على أساس أن نحمي الأطفال، وبعض النصائح اللي ممكن تفيدهم على أساس يعني أي طفل تضرر من خلال الجائحة بصحته النفسية ولا شيء، كيف ممكن تعطيهم نصائح بحيث أن نعزز الصحة النفسية عند الأطفال؟ أولاً شيء يستفيدوا من الأشياء التي تمت في فترة الجائحة اللي هو النظافة الشخصية، يحافظوا عليها مش عشان انتهى الفيروس أو حينتهي، استمروا في هذه الأشياء لأنها كلها سلوكيات كانت جميلة جدا. يحافظوا على الحميمية بتاعت العلاقات مع الأطفال ومراعاتهم، وخصوصا في فئة نحن ما ذكرنا اللي هي المراهقين، لأنه دي الفترة المراهقين تموا وجودهم في البيت والتصقوا بأهلهم، فدي كانت حاجة جميلة جدا. نعم. فيحاولوا يستمروا في الأشياء دي. قلل أكل من الخارج
واعتقد برضه شيء بيجوا ياكلوا الناس اكل صحي فيستفيدوا بعد برضه يواصلوا في الاكلات الجميله داخل المنزل، كل الاشياء الجميله ترجع كما كانت. وانا يعني من هنا بناشد الاهل، الاحسن شيء كان بالنسبه للاطفال انك تعلمهم تثني عليهم الشكر. كلنا يا دكتور علي نحن نحب الثناء ونحب الشكر فيواصلوا في يدلعهم وايد، لا ما يدلعهم، ما نوفر لهم اللي هم يبغونه، لا ابدا بالعكس. هم حاسه كلهم بيجوا قريبين منهم فعرفوا مواهبهم، اللي بحب الموسيقى اللي بحب المسرح اللي بحب الاشياء دي يحافظوا على هذه المواهب ويحافظوا عليها بطريقه عمليه على سنهم يطلعوا الاطفال دي الناس جيدين للمجتمع. واهم شيء انا زي ما قلت لك الثناء، يعني الأطفال بيتأثروا بالكلمات الجميلة، نحن الكبار نحب الكلام صح. الجميل. وأناشد الاهتمام بالأمهات، لأنه صحة الطفل من صحة الأم، فالأم يعني تساعدونا ترجعوا ما توقفوا صح. وما نستسلم مثل ما تفضلتي الكلام، لأن الكلمة تأثر، وفي دراسات صح. أثبتت أن الكلام صح. الجيد ينمو، الكلمة الجيدة تنمو عند الطفل، والكلمة السيئة كذلك بالزبط. لها آثار سلبية على الطفل. صح، الكلام الجميل دائما يظل نعم. جميلا، ونواصل فيه ونشكر الأمهات وخصوصا أمهات الأطفال اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة للمجهود، لأنه كان مجهود جبار في الفترة الفاتت، ونشكرهم نقدر الأمهات ونقدرهم وكذلك نقول لهم كلام جميل، والآباء نفس الشيء ما قصروا، لكن نطلب من الآباء يقدموا هدايا للأمهات. الله يحفظكم جميعا. نحن أهم شيء عندنا الأسرة. شكرا دكتورة على نصائحك القيمة، وكذلك أعزائي المشاهدين من صحتكم أمانة، نقولكم الأطفال أمانة لازم نهتم فيهم طبعا، ونتمنى لهم ونتمنى لكم مستقبل باهر، وتابعونا في الحلقات القادمة، وشكرا.